الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أحبتي الكرام، ما زلنا مع قصص الأنبياء، ونبي اليوم هو نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام، وهو من الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم، وذكرت قصته مع قوم ثمود في سورة الشعراء. وقبيلة ثمود قبيلة عربية كانت تسكن بين الحجاز وتبوك، وكانوا من عبدة الأصنام، بل وتوارثوا عبادتها من آبائهم وأجدادهم. وقد تميزت معجزة صالح عليه الصلاة والسلام بالناقة، حيث طلب منه قومه أن يخرج له من الصخرة ناقة، فدعا الله عز وجل فاستجاب الله تعالى له، وخرجت من الصخرة بالشروط التي طلبوها، فآمن القليل وكفر الكثير. واشترط عليهم نبي الله صالح أن تشرب الناقة يوما ويشربونهم يوما، فقال سبحانه على لسان نبيه: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، فذروها أي دعوها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. لكنهم خالفوا العهد وقتلوا الناقة وولد الناقة، فدعا عليهم نبي الله صالح فلبى الله نداءه، فسلط عليهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض من تحتهم فهلكوا. ولذلك أحبتي الكرام، هذه القصة، قصة نبي الله صالح مع قومه، نستفيد من خلالها بدروس عدة. أولها أن من يتقي الله ويعمل صالحا يكون من الفائزين. قال سبحانه وتعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أن جزاء الظالم هو العذاب الأليم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليملي، أي ليؤخر للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثالث الدروس التي نستفيدها من قصة صالح عليه السلام، وهو: من يخلف وعده يلقى الجزاء الأليم، إن العهد كان مسؤولا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن المؤمن، يعني إذا عهد وفى: أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يعيدون فيوفون، وممن يتبتلون قول الله عز وجل، إن العهد كان مسؤولا. أسأل الله تعالى التوفيق لي ولكم، وأن يتقبل منا الصلاة والصيام، وأن يحشرنا في زمرة المصطفى الحبيب خير الأنام. وإلى أن ألقاكم في حلقة المباركة الميمونة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.